احنا في اللاك دول فنان وليد التونسي استدعانا في داره باش نفطروا بحذاه في اول نهار من شهر رمضان. ان شاء الله رمضانكم مبروك ورمضان كريم على كل الشعب التونسي وعلى الامه العربيه، وان شاء الله يا ربي يفرج كرب اخواننا في فلسطين، وزاد اقول لهم رمضان كريم، ان شاء الله رمضان الفرج. من الاربعاء وليد ضمن بلاصته في الصاله قصر الوقت مع التلفزه ويتابع شويه الاخبار على تليفونه. وليد ومرته يتعاونوا على حصه الكوجينه، عائله صغيره لكن الكوبل بتاعنا يحب يدلل روحه. يا مرسول روح روح الحبيب الروح روح الحبيب الروح، هز الخبر وسافر قل له القلب مجروح قل له القلب مجروح، قل له الزمان لو عري زاد وجعني عايش على ذكراك، والقلب ما يطاوعني ما يسمعني لو حاولت انساك، الفكر غايب والقلب صابر والفؤاد مجروح، هز الخبر وسافر يا مرسولي روح. تصفق شيحتي الشريقي قرجمي شيحين وتبقى عالية عليه، تصفق زادة. صح عليكم صح عليكم. الكوجينة أكثر بلاصة مغروم بها وليد التونسي، الفنان متاعنا موهوب في الطبخ، الدليل الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه. نحن راهو ويش نقول لك، راهو ماناش عاملين وداي بالذم رمضان، راهو واحدة هكاية معناها، راهو شفت ماناش عاملين سلايطة وسلايطة مشوية وسلايطة بتراب ولا تركون معناها كيما كل يوم، أنا ديما نقول لها حتى الماكلة اللي تبات رانا ناكلوها، راهو ماناش نطيشوها ولا كل حرام، هذا شهر مش واحد يوفر فيه، معناها شهر مش عبادة مش شهر هم هم هم. بالحق مغروم على الاخر طيب خير مني، ما كنت ما كنت بنينة على الاخر، وانا كي عرس ما نعرف نطيب حتى شيء، هو اللي علمني كل شيء، هو علمني طيب، علمني نعمل العصبين، علمني طيب الكسكسي. بالحق والله كي عرست ما نعرف نعمل حتى شيء. مع الأذان وليد على الطاولة، الخيرات الكل قدامه مع المرأة اللي اختارها وجاب منها بنته، الفنان متاعنا حاب يعدي أول نهار في رمضان في داره. نهار أولاني في رمضان كان مزيان، معناها حلو وعملت فيه برشا جو حقيقة، معناها رمضان وحده يا خويا بصراحة، إحساس آخر وجو آخر، والحمد لله اللي فما رمضان في 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 الدنيا، ما كانش واحد كيفاش يكون معناها حياته. وليد التونسي شهر رمضان في جمعته الأولى راحة مؤقتة قبل ما تبدأ سلسلة الحفلات الرمضانية وبعدها موسم الصيف والأفراح، خاصة بعد صدور كليب جديد.